الوغ حنا اليوم في مطبخ كاين في لو صالون ديال اليوتيز. هذا مطبخ روسي كيقدموا فيه اطباق روسيه، ومعايا هنايا عدنان اللي غادي يعرفنا اكثر على هذا الشيء. هذا دونك عدنان، شنو كيوجدوا هنايا؟ هنايا هذا الجزء ديال لا ديسير مكلفه به مدام كارينا، هي اللي كتصايب لا ديسير. دابا كتصايب تيراميسو على ريش، هذا بالطريقه الروسيه. شنو كيميزوا على التيراميسو اللي كنعرفوا حنايا؟ جابوا واحد الزبده كيصايبوها اباز ديال الجبن، هي باش كيصايبوا، كيزيدوا معاه شي شويه القهوه والكراميل. دابا غادي ندوزو ياك لو شيف كويزيني. وي لو شيف سيرغي، هذا من اكبر لي شيف في روسيا اللي مختص غير بالحوت. وكيعطي دروس في مدارس ديال الطبخ. عجبوني بزاف لي زانغريديون ديال المغرب والحوت ديال المغرب ولي فروي د مار ديال المغرب، عجبوني بزاف. دونك شنو كيوجد دابا؟ شنو اشتو غاتوبيت сейчас؟ Это рецепт приготовления картофельного пюре по рецепту Жоэля Робишона. هادي لا بيوري ديال لا بوم دو تير بالطريقه ديال جويل غبيشون. شنو كيميزها على باقي لا بيوري؟ حيت زعما بزاف حنا كاملين كنصايبوا لا بيوري في الدار، مي كتكون عادي، هادي شنو كيميزها؟ هادشي ماتليتشات. особенный сорт картофеля и особенный сорт способ приготовления. То есть сначала картофель варится, потом выпаривается. И туда добавляется еще нотка секрета шеф-повара, это мускатный орех. هذا واحد النوع ديال البطاطا اللي كيشدوه كيسلقوه ومن بعد كيفوروه وكيزيد له واحد السر على طريق داك الكوزه ديالنا اللي كتسمى الكوزه. ثانك يو سو ماتش. شكرا. ثانك يو. شكرا. تلاقينا مع واحد الشاب مغربي اللي هو متعاون وكيشتغل مع هذا الفريق الروسي. دونك قدم لنا راسك، شكون انت وشنو جيتي دير هنايا؟ مرحبا، الاسم ديالي مصطفى، من مواليد مدينه الصويره. انا طالب في جامعه ابن زهر الدراسات الانجليزيه، وبحكم انني كندير المطبخ في المعهد الفندقي، وبحكم انني ديجا قريت اللغه الروسيه، تلقيت اتصال هاتفي من قبل شهر تقريبا من هذا المعرض باش نعاونهم في المطبخ، انني نقي الحوت ونعاونهم، وكهذه كفرصه باش انني ناخذ تجربه على المطبخ الروسي ايضا. الوغ دابا حنا مع مسيو سيرغي. يا غاتولو تريديسيون روسكي سلات، ونزلت سيلوتكا باد شوباي. Bonjour, je prépare silotka pad chouboy. C'est une salade russe, اللي هو كيتطيب بالبيتراف. المكونات اللي كاينين اخرين ابار البيتراف هنايا، وشنو زعما لي زانغريديون وداكشي اللي استعملوه في هذا؟ هنايا في لا بروميير سالاد كتلقاي دايرين خيزو، دايرين بيتراف البيض، ودايرين بطاطا، ودايرين واحد الحوت كيكون مرقد تيتقطع وتيدار حتى هو في هاد واش هاد السلطه ديالي هادي كتقدم غير في شي مناطق في روسيا ولا في روسيا كامله؟ دونك سولو هاد السلطه فيدايوت во всей России или только в каких-нибудь там регионах. Это салат знаменитый по всей России. Вы можете его попробовать. Это очень вкусно. Это для вас. في روسيا كامله الصالات كتوجد عاده في راس السنه، احتفالات ديال راس السنه وفي الاعياد كاملين، ما يمكنش ما تكونش طبلة ما فيهاش هذا سيلوت كباتشوبي.